الإيمان بالكتب هو الركن الثالث. كيف أؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام له صوت وحروف مسموع. ونثبت أن جميع الكتب كلام الله، وأنها منزلة مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب وبمعلمنا الله من أسمائها، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب، يعني لا نطالع في هذه الكتب، نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. هذا الإيمان بالكتب، والله أعلم.